عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ من فترة واجهتني مشكلة بعد ما حدثت المحاكي. صارت في مشكلة عندي، والمشكلة إنه هاي الملفات الضرورية Recommended Resource Pack، حزمة المصادر المستحسنة هي نزلها، ما عم تنزل معي. ليك ما كان فيني أقيم بالماوس، أضرب، قوس، بس أزرار المشي بالكيبورد شغالة، أي شي تاني مو شغال. خلينا نشوف المشكلة. مقطع تبعي لما كنت عم ببث باللايف بعد ما عملت تحديث من المحاكي، خربت اللعبة عندي، وقفت، ما عاد يشتغل اي شيء، لا الماوس ولا اي شيء، بس الكيبورد ازرار المشي شغال والباقي مو شغال. الفارة بس بتفتل حواليك، يعني بتطلع يمين شمال، بس ما في شيء، يعني ما فيك تقوس، ما فيك تأيم، ما فيك تعمل اي شيء. حتى الأزرار الثانية غير المشي مو شغالة، ولا أي شيء مو شغال، دوم هيك بتعلق، يعني توصل على 204 وتعلق، بتعلق هون، ما بتكمل أبدا، ما بتكمل. يعني حذفت المحاكي كله ورجعت نزلته وحملته، ما مشي الحال. حتى حذفت اللعبة من جوات المحاكي كمان، ما مشي الحال. حذفت، حملت، حاولت كتير طرق، ما مشي الحال. بعد التحديث يكسر. المهم خلينا ما نطول، عملت كل شيء، ايش في خيارات يوتيوب، وهي حل كتير بسيط، يعني ما في اسهل منه. المهم الحل هيك، يعني تروح على الجيم لوب تبع المحاكي، جيم لوب هي الواجهة، بتروح على المي، من المي في هون لعبة بوبجي، شايف هذول 3 نقط في هون، لما تعمل في 3 نقط هون باللعبة، هاي البرامج اللي انت منزلها في من ضمنهم لعبة ببجي، هون فوق 3 نقاط، تكبس عليها اخر واحدة، تالت واحدة ونستول اوب، تكبسها لونستول اوب وبعد بترجع تنزل اللعبة وبيشتغل عندك هذيك الاثر. يعني رجع نزل ببجي من جديد من هون، نزله انستول وبيزبط معك. يعني حلها كتير بسيط، ما بدها اي شيء، وبس هي حل المشكلة كتير بسيط، يعني كلها كبسة زر، وطولت معي يومين، وقفتني يومين. اذا عجبك الفيديو حط لايك واشتراك، شكرا على المتابعة.